هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، رئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة. هنأ الشباب البحريني وجموع شباب في مختلف دول العالم بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف يوم 12 من أغسطس في كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار سلام من صنع الشباب، مؤكدا سموه أن اختيار هذا الشعار يدل دلالة واضحة على الدور الحقيقي للشباب ليكون مشاركا حقيقيا في تعزيز عملية السلام في جميع المجتمعات. وقال سموه: نهنئ أنفسنا وجميع فئات الشباب بالبحرين والعالم بمناسبة اليوم الدولي للشباب، ويعتبر هذا اليوم أبرز المناسبات العالمية للشباب، والتي يمكن من خلالها أن نستذكر المشاركات الرائدة والفاعلة للشباب ودورهم الحقيقي في بناء وتنمية المجتمع. وأضاف سموه: لقد بذلت مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جهودا متميزة لرعاية ودعم وتمكين الشباب ليكونوا قادرين على المشاركة الحقيقية في العملية التنموية الشاملة بالمملكة، حيث سعت المملكة جاهدة لتنمية قدرات الشباب على المستوى التعليمي والثقافي من خلال تطوير مخرجات التعليم وفتح المجال لهم لإبداء آرائهم حول مختلف المواضيع والقضايا التي تهم المجتمع. وواصل سموه قائلا: لقد حرصنا من خلال إقامة المبادرات على ترجمة رؤى القيادة الرشيدة لاحتضان الشباب البحريني بجميع فئاته وأطيافه وتنمية القدرات التي يمتلكونها والسعي نحو إبرازها، ومن خلال يقيننا أن الشباب هم عصب هذا المجتمع وغده الأفضل، فإننا سنواصل الجهود لإقامة المزيد من المبادرات الهادفة لدعم ورعاية وتمكين فئة الشباب التي تزرع فيهم حب الوطن والولاء والعمل نحو تنمية القدرات وتعزيز القيم النبيلة والعطاء نحو بناء مستقبل مشرق مليء بالمحبة والسلام. هذا وثمن سمو الشيخ خالد بن حمد الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في دعم الشباب البحريني وتمكينهم ليكونوا قادرين على المساهمة في عملية بناء وتنمية للمجتمع من خلال وضع الخطط والبرامج الهادفة لاحتضان الشباب وتزويده بكافة أشكال الدعم. وأشاد سموه بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر في تنفيذ السياسات التطويرية التي يرسمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي تهدف لتوجيه الرعاية والدعم والاستثمار في الشباب بمختلف فئاته وأعماره عبر إقامة البرامج والدورات في العديد من المجالات. الله يوفقكم في مشواركم يا الربع، وأتمنى لكم المزيد من الإنجازات والمزيد من المشاركات والمزيد من تشجيع أخوانكم على المشاركة. مو بشرط أنك أنت تتبع إنسان وتسوي نفس اللي هو يسويه، يمكن أنت عندك أشياء داخلية ما تقدر تطبق مثل يطبق إنسان ثاني، لكن سوي اللي عندك الشيء الزين اللي أنت تقدر تفلح فيه، اللي أنت تقدر تأدي فيه من أحسن ما يكون، تكون أنت طاغي في هالشيء. سيدي صاحب الجلالة، يعد حفل التكريم لهجا راسخا لدى جلالتكم لكل من قدم إنجازات كبيرة للمملكة، ويعتبر هذا الإنجاز من المحطات المضيئة التي تستحضر فيها ما تحقق المملكة من نقلات كبيرة في مختلف المجالات وخاصة الإنسانية.